شايفاك اليومين دول بقيت مثقف، يعني بتقرا ايه؟ ده كتاب مهم قوي يا رانيا. عن ايه بقى؟ بيتكلم عن ايه؟ ده يا ستي بيتكلم عن اسرار الاعشاب الصينيه. اعشاب الصينيه؟ اشمعنى يعني؟ لعلمك دي مهمه جدا. يعني مثلا اي حد بيعيا بياخد ادويه وحاجات كيماويه وبتاع، لا 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 لا، الاعشاب الصينيه دي اعشاب طبيعيه جدا. يعني عارفه في الصين اي واحد مثلا بيكون عيان او حاسس باي وجع ولا حاجه بيروح للحكيم الصيني. الحكيم الصيني بيكتب له وصفه اعشاب صينيه، ياخدها ويخف ويبقى 100 100. عشان كده الناس بتبقى ماشيه في الشوارع صحتها تمام، ماشيين زي الساعه. يا سلام. امال ايه؟ امال انت فاكره يعني الناس الصينيين برغم ان هم باينين ان هم قصيرين لكن صحتهم كويسه وعجل وطول الوقت بيجروا وكتير ليه يعني؟ يا عم حرام عليك، بطل تقر عليهم، ده هم كلهم على بعض قد كده، هنصحى الصبح مش هنلاقيهم اصلا. ما تخافيش على الصينيين يا ماما، اولا عندهم اعشاب ضد القر، ما تخافيش عليهم خالص. دبني بقى، طالما انت جامد قوي كده يعني كده يعني في الاعشاب الصينيه، ما تجيب لنا دواء كده تعالج مامي اللي تعبانه لحسن دي، متدهوره خالص. صحيح، هي عامله ايه دلوقتي؟ تعبانه جدا، يعني مش عايزه اوصف لك، يعني بجد حاسه انها قربت تودع. الحمد لله كويس كويس. الحمد لله. يا عادل بقول كويس يعني على اساس ان انا عندي فرصه اعالجها بالاعشاب الصينيه بقى. لا معلش حبيبي، خلينا لك الاعشاب الصينيه والثقافه اللي نزلت عليك فجاه كده، خلي الست لوحدها، احنا جبنا لها الدكتور واداها الدواء وان شاء الله تبقى كويس. دواء ايه ودكاتره ايه يا ماما؟ مش محتاجه اي دكاتره، انا هكتب لها اعشاب، لان مره واحد قريبنا كان عنده القلب وكان بياخد ادويه عشان يتعالج من القلب، اول ما خد الادويه مات على طول. يا اخي حرام عليك يا اخي، الأعمار بيدي ما تنقش فيها. يا سلام يا سلام يا سلام، انتوا قاعدين هنا قاعده رومانتيكي وسايبين بره الجثث اشلاء اشلاء. انت دخلتي علينا اوضه النوم ازاي من غير ما تخبطي ولا تستاذني؟ انت بتستهبلي يا سناء في ايه؟ ايه يا بنتي، مامي جرى لها حاجه؟ لا مامي انا اللي جرى لها حاجه. طب الحمد لله شكرا. ايه ايه تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا بنتي، ولا انت ولا امك. بحسب. شوف مراتك، شوف مراتك اللي عايشه معاك في خيرك، عايزه تخلص من امك باي شكل. يا سناء اخلصي، ماما حصل لها حاجه؟ حماتك عادت امك. مامتي انا النسمة الرقيقة عادت مامتك يا بنتي، هي جت جنبها، ضمك تعدي قبيلة بحالها اصلا. يا بنتي امك حاطة مناخيرها في كل حاجة في البيت، فطبيعي طبعا انها تعدينا. المهم دلوقتي مامتي فين؟ اهي قاعدة في اوضة مجيدة ماما. طب ما وضع طبيعي انها تتعدي يا ماما. يا ابني دي شقتك ولا شقة الجيران؟ ما انت عارف ان شقتك قد الحق، يعني حوش حوش انت موسعها علينا قوي واحنا اللي قاعدين فوق بعضينا. ماشي خلاص، المهم دلوقتي يعني ماما هناك جوه في الاوضه، تعالى يلا بينا يلا بينا نشوف. يلا يلا يلا. ياسمين ايه ياسمين ايه اللي معادك هنا؟ ايه يا ماما انا بطمن على تيتا. مش اطمنتي؟ تعالي بقى يلا اطلع على اوضتك، على اوضتك، على اوضتك، على اوضتنا احنا، ها عند الحظر الصحي. انا هقعد مع تيتا. بس يا بنت عادل مش هتاخدني معاك النهارده يا اخويا. نعم يا اختي. ايه اخدك دي؟ روحي انت، روحي انت، ما تقلقيش ما تقلقيش، مش انا اللي باخد يا ماما، ربنا هو اللي بياخد ان شاء الله. وبعدين اخدك عندي في اوضتي اليمين اللي هياخد باله من ماما. خلاص متشكره يا عادل، متشكره يا اخويا، انا هقعد هنا جنب امي حبيبتي ارعاها واخد بالي منها. ايوه يا رعيه وخدي بالك منها. انت عامله ايه صحيح يا ماما النهارده؟ والله تعبانه يا عادل، جدتي كلها ايضا نار، وجدي الله يرحمه على بالي طول الليل. يا ماما ما تقلقيش يا ماما، ده شويه برد يعني حاجه بسيطه وهتعدي على طول ان شاء الله. البركه في الاختلاط بالاجانب. ربنا يهدك يا انعام يا شيخه بقى، ارحمي نفسك بقى، انت قصدك مين بتاكل؟ ربنا يهديك انت يا شيخه. انتوا بيكوا نفس تتخانقوا يا جماعه، حرام عليكوا، حتى وانتوا عيانين كمان بتتخانقوا. انت قصدك ما جالكيش رعايه غير لما جيتي هنا. يا نجلاء يا نجلاء ما تقلقيش على مامتك، يعني ان شاء الله مامتك ومامتي هيخفوا بعون الله على ايدي انا. السلام عليكم يا ريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر يا باشا، طلباتك أوامر. الأمر لله. أنا أصلي سألت يعني على المحل بتاعك، قالوا لي أنت الوحيد اللي بتشتغل في الأعشاب الطبيعية أنا هو بشكل كبير يعني. بعون الله لو لبن العصفور موجود. ربنا يخليك. أنا بس كنت عايز أسأل يعني عن الأعشاب الصينية، عندك أنت أعشاب صينية؟ ياه الأعشاب الصينية. إيه مالها، هي ماتت ولا إيه؟ لا بس أصل دي ما نودل لما بتطلب. محدش يعرف سر الاعشاب دي الا الصينيين بس.
ده كان زمان يا حاج، لكن خلاص يعني ان شاء الله بعد كده مش بس في مصر هيعرفوا الاعشاب الصينيه، في العالم كله بعد الخلطات بتاعتي. هو حضرتك دكتور؟ لا مش دكتور ولا حاجه، بس الحكايه مش محتاجه دكتور، يعني هي محتاجه شويه مفهوميه وشويه سنس. منس؟ لا منسي ايه؟ سنس يا حاج سنس، يعني شويه مشاعر واحاسيس. طلباتك يا باشا. والله انا معايا لسه فيها شويه اعشاب صينيه، يا ريت تكون عندك. هيتفضل يا حاج. دي حاجات صعبه قوي، ده فيها حاجات انا ما سمعتش عنها قبل كده. الله الله الله، هتزعلني منك ليه يا حاج؟ ده بيقولوا ان انت اجمد واحد. طلباتك يا باشا. خلاص يا ريت تجهزها لي بقى على طول، نص ساعه واستناك. ماشي يا سيدي، بس بقول لك ايه، انا في عندي خلطات جاهزه احب انك تاخد فكره عنها. يا ريت فرجنا عليها. دي بقى بتعالج اي مغص. بتعالج المغص. ودي بقى بتعالج انفلونزا الطيور. عليها شويه بتاع ده من عشان لا لا، بص يا حاج الخلطات دي معتاده وعاديه جدا. لا انت جهز لي بس طلباتي وانا الخلطات هعملها بنفسي. خلاص نص ساعه وان شاء الله تلاقي كل طلباتك جاهزه. ماشي يا حاج. دول انت هتتاجر في البانجو؟ بانجو؟ انا تاجر في البانجو؟ انا بتستهبل ياد ولا ايه؟ دول عادي، انا اتوقع منك اي حاجه دول بصراحه. يعني قول لي بس انت بتعمل ايه، عايز افهم يعني. ياد انا بعمل الخلطات اللي اعالج بيها امي وحماتي. هتعالجهم بالبانجو؟ ولا مش ناقصه كمان خالص، اتكل على الله غول من وش. يا دول انت دايما كده يا عم، زهقان وقرش ملحتي وروحك في مراخيرك كده. دول اهف دي اهف دي. معلش انا زهقان من نفسي يا عم. زهقان من نفسك ما تجيش. لا تعال نروح القهوه نشرب كوكتيل. انا فعلا محتاج ان انا اروح القهوه، بس مش اشرب كوكتيل بقى، اشرب شاي عشان يعدل دماغي بعد الخلطات العجيبه اللي انا عملتها دي. ماشي يا دول. بقول لك ايه، نقفل باب البازار عشان البوليس. البوليس عشان يعمل ايه؟ البنك ده سيبوني. ده مش بنك، انت قدامك شرب كوكتيل. قدامي عارف يا ده رمزي ايه اللي مصبرنا عليك؟ ايه يا دولة؟ مش عارف. شاكرين يا حتة؟ ايه مالك يا حتة واقف مش مظبوط كده ليه؟ مش عارف يا باشا، دايخ كده وحاسس ان هرجع. لا بص لو كده، بص الناحية دي، بص الناحية دي. ونفسك غم عليك كده يلا حتة وكده؟ بس يلا يا رمزي عيب يلا. انت متجوز بقالك كتير يعني؟ لا قريب يا باشا. ممكن تبقى حامل، خلي بالك. لا بهزر يلا، مالك بجد يا حته؟ هو مش عارف يا باشا الدور جاي لي كده، بس انا مش مهم يا استاذ عادل، المهم امي. امي يا باشا تعبانه قوي، وتفكرني كده بابويا قبل ما يموت. يا خبر ابيض. طب يا دوله ما تدي له خلطه من بتوعك دولت علشان تنسيه ابوه قبل ما تموت. لا يلا قبل ما ابوه يموت يعني، احنا المهم دلوقتي في امه مش في ابوه. بس ولا يهمك يا حته، يعني انا هخدمك خدمه جامده جدا. ايوه هو ده. بص يا معلم، الخلطة دي هتاخدها على مية سخنة بتغلي جامد جدا، وبعدين تسقعها في التلاجة جامد جدا، وبعدين تشرب منها انت وامك وادعيلي يا معلم. ربنا يخليك لنا يا استاذ عادل. والله يا باشا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش. ربنا يكرمك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا رب يا باشا. خلاص خلاص يا الواحد لازم يعمل حاجة يعني برضو. طبعا يا دولة. طب ما تعمل لي انا بقى حاجة يا دولة كده، مفيش حاجة كده هون ليا. ايه حاجة ليك ايه؟ انت عندك صداع؟ لا. عندك مغص ولا حاجة؟ لا. خلاص خد دي. ايه ده يا دولة؟ ده سبيداك. طب واخده ازاي ده دول؟ ده بقى بالسكينه كده، هو بس تلقط لسانك الاول وبعدين بالسكينه وتقوم ايه داهن كده وتصنفر وتقوم داهن تاني يعني. ربنا يخليك ليا دول يا رب. ده هيجيب لك كل الامراض، بعد كده بديك بقى من الانواع التانيه اعالج لك بيها الامراض. ربنا يخليك. يا ماما عامله ايه يا ماما؟ يا ست الحبايب يا حبيبه، عامله ايه النهارده؟ مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظاتي الاخيره؟ لا الف سلامه ليك يا ماما، ان شاء الله تقومي بالسلامه باذن الله وتنوري البيت وتزقططي وتهيصي. خدي يا سناء إيه؟ خدي ده بسرعه، روحي اعمله لنا في شويه ميه وقلبيه وهاتيه بسرعه. ايه ده ايه ده يا عادل؟ ده دي وصفه مهمه جدا، دي اللي هتخفف ماما وتخفف حماتي باذن الله. هاتي لنا كوبايتين بس بسرعه. يلا يلا يلا. لا لا جامي يا عادل، انا مش هقدر اخد الحاجات المواصفات بتاعتك دي، انا فيا اللي مكففينيني خالص، من فضلك ارحمني خالص. اسكتي يا مجيد، عادل مش هيعمل حاجه تخلينا نبقى وحشين، مش كده يا عادل؟ طبعا يا ماما، انا لو ما كنتش واثق 100% من الخلطه اللي جايبها لكم دي ما كنتش اديتها لكم يعني. ايوه يا ابي، بس حتى الاعشاب لازم تتاخد تحت اشراف دكتور. دكتور؟ هما الدكاتره يحطوا مناخيرهم في كل حاجه كده يا ماما؟ دي عايزه مفهوميه وعايزه عقل، والمفهوميه والعقل عارفين فين طبعا يعني.
انا مش عارفه ليه انا مش مطمنه لك خالص يا عادل. ولا انا يا ماما. عموما لما ماما تشرب بقى الخلطه بتاعتي دي وتخف وتقوم تزقطك كده ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطه. اتفضلي يا ماما يا ست الكل يا ست الحبايب. هاتي حبيبي بالهنا والشفا. سمي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ده حلو قوي، ده احلى من الكوكتيل. شفت بقى يا ماما، يعني انا هديكي حاجه وحشه. الف سلامه ليكي وان شاء الله بالشفا يا ماما. طب انا بقى عايزه الكوبايه بتاعتي. لا مش هديك الكوبايه، مش انت قلت مش عايزه؟ انا ماليش دعوه، انا عايزه الكوبايه بتاعتي. يا عم عادل اديها الكوبايه خليها تطفحها، مش هنخلص من زنها. خدي خدي. عموما هتعرفي قيمه الكوبايه دي لما تخفي وتقومي تزقططي وتتنططي وتقولي الكلام الغريب اللي بتقوليه. زيحي يا مجيده العيا مر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالدكتور بتاعنا. اخبارك يا حته؟ ازيك يا وزي امك؟ الحمد لله يا باشا، صحتها بقت زي الفل والله يا استاذ عادل، وليل ونهار عماله تدعي لك. ياه معقوله بالسرعه دي؟ يا دوله يا كبير يا كبير. يا جماعه يعني مش عايزكم تحرجوني، يعني ده كل ده بفضل ربنا، احنا مجرد اسباب يعني ما عملناش حاجه يعني. الحمد لله. وبعدين يعني باذن الله بعون الله مع الاعشاب الطبيعيه اللي انا بعملها بعد كده مش هتلاقي اي مريض موجود في البلد، يعني ولا بقى مستشفيات ولا ادويه ولا كلام فارغ من ده يا معلم. الله عليك يا دوله. ايدك يا بوسه يا استاذ عادل. لا 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 استغفر الله العظيم، دي الشمال، خد دي. يا ابني احنا مجرد اسباب زي ما بقول لك يعني. اسباب ايه يا باشا؟ ده الحمد لله انا امي كنت خلاص فقدت الامل انها راحه ومش راجعه تاني. يا جماعه الحاضر يعني للغايب، الاستاذ عادل هو اللي ربنا شافاني على ايدي انا وامي، وخلونا في ايديك يا استاذ عادل. استاذ عادل يا ابا ايه العظمه دي كلها. استاذ عادل يا ابا ايه العظمه دي كلها. استاذ عادل. يا جماعه يا جماعه انا ما بحبش الهتاف، دعوني اعمل في صمت، يعني مش عايز هتاف خالص. استاذ عادل يا ابا ايه العظمه دي كلها. استاذ عادل يا ابا ايه العظمه دي كلها. بيبي انت عبقري عبقري جينيس، طول عمري بقول عليك ان انت عندك مواهب، لو طفت فوق السطح هتسوي الهوايل. طفت ايه بس يا رانيا؟ ايه المواهب دي يعني طياره؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبي. عارف العيا ده كان غم ونزاح والحمد لله. الحمد لله العافيه يا ماما، دي حاجات بسيطه. ربنا يخليك ليا يا جوز بنتي، بس يا ريت بقى تكمل جميلك عليا وتشوف لي دواء للضغط. وانا كمان تشوف لي دواء للسكر. لا بقى يشوف لي دواء للعيا. ماشي 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 ماشي، اشوف لكم ان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه، واحد ضغط وواحد سكر واحد ايه الايه ده. يا جماعه يا جماعه انتوا كان عندكم دور برد وراح لوحده، خف لوحده، يعني انتوا خفيتوا بدون اي تدخلات. يا نهار اسوح على حزب اعداء النجاح ده، انا مش عارف انا يعني، بس ما تقلقيش ما تقلقيش، انا في باب مخصوص كاتبه في الكتاب بتاعي عن حزب اعداء النجاح والعلاج بتاعهم ان شاء الله. ايه ده بجد يا بيبي؟ انت ناوي تعمل موسوعه علميه صحيه؟ طبعا، لان الموهبه اللي ربنا ادهاني الحمد لله يعني مش لازم اخص بيها اهل بيتي بس، لكن لازم افيد بيها المجتمع والناس. طب يا ريت يا بيت تعمل لي خلطه كده للذاكره عشان الحاجات اللي بذاكرها ما تطرش. تعرف انت لو عملت كده هتكسب ذهب تكفي عليك الثانويه العامه. على رايك كفايه الثانويه، ده لو كل طالب في الثانويه اداني جنيه بس هبقى مليونير. خلاص هعمل دي في خطه اعمالي اللي جايه ان شاء الله. وكمان انا يا بابا اعمل لي حاجه كده خلطه يعني عشان لما اجري والعب واتنطط كده ما اتعبش. ماشي هعمل لك الخلطه يا ياسمين. اعمل حاجه بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيؤات والجنان. ده انت وصلتي خلاص، دخلت مرحله الجمالك. لا ده مش عشاني، ده عشانك يا روح قلبي. عشان انا يا نهار اسود على حزب اعداء النجاح ده، مش عارفين يقولوا ايه ولا ايه ولا ايه. هعمل للهلاوس والتهيؤات بس على الله يجيب نتيجه معاكي. السوشو دولا تشانج يانج. اتفضل يا بروف، اتفضل يا بروف، اتفضل. واحدة واحدة ارجعوا كده اهو، صف كله مش عايزين هرجلة. تعال انت يا حاج كده علشان نلحقك.
النبي يا ابني شوف لي حاجه للكبد احسن، تعبني قوي الكبد، تعبك قوي الكبد. الكبد لا ده الطحان ده للوازي الكبد اهو. خدها حاجه، دي خلطه مخصوص عشان الكبد، معموله من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودقه بقى. وايه يا معلم، خد دي هتاخدها 60 مره في اليوم لمده اسبوع وتجيلي بعد شهر ان شاء الله. تفتكر بقى ان هعيش العمر ده كله؟ الخلطة اللي معاك دي تقعدك بتاع 50 سنة على الأقل إن شاء الله. ربنا يخليك يا ابني ويطرح فيك البركة ويكتر من أمثالك. مع السلامة. إيه بعده؟ إيه بتقول إيه؟ اللي بعده محسوبك حمادة أبو قصة. أبو قصة، بص سيب شعرك يعبر عنك، مش محتاج تعرف نفسك، واضح القصة طبعًا تحت أمرك. المشكلة إن شعري ما بقاش زي الأول. أكيد طول، ما بص البني آدمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع. وبيهبلوا بعد كده. أنت بتتكلم ليه؟ مش أنا متفق معاك مفيش كلام خالص؟ آسف. مشكلتي يا بص إن شعري بقى مليان قشر، والبنات اللي كانت بتجري ورايا علشان شعري بقوا بيجروا مني وبرضو علشان شعري. ايه 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 ها 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 ايه ايه اسف. اكيد بقى المشكله يا معلم في الشعر. ولا 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 انت بتتكلم، انت هتعمل لي فيها صيني؟ خليك في القرطاس اللي انت لابسه ده، مش عايز كلام خالص. اسف. اتفضل يا سيدي. الشعر الشعر الشعر. انت شعرك لونه خد دي كويسه قوي عشان الشعر، اتكل على الله. استعملها ازاي بقى يا بروف؟ دي يا سيدي هتغليها في ميه مغليه جامد جدا لمده 3 ساعات، والميه مغليه وعماله بتفقفق هتاخد منها، تقعد تدعك في شعرك جامد جدا وبعدين تقف في الشمس لمده 12 ساعه. ايوه، ولو احترت بقى الدنيا احترت وكدهون ادعك راسك جامد قوي وقف بالليل في الشمس كده عشان بتبقى الدنيا طراوة. الشمس ايه اللي بالليل يهبل يهبل؟ شمس ايه اللي انت اي كلام جاي فيه وخلاص؟ انا مش قلتلك خليك في حالك؟ اسف. مش يا رب البطاريه تفضى ونخلص منك، مش عايز ولا كلمه. تفتكر يا بوف الخلطه دي هتجيب نتيجه مع القشره؟ نتيجه ان شاء الله هتدعي لي لما تلاقي القشره مشيت ومفيش اي قشره. لعلمك الخلطه دي مصنوعه من ايه؟ من كل الحاجات اللي ليها علاقه بالقشر، يعني دي مثلا معموله من قشر السمك مع قشر اللب مع قشر البطيخ. شكرا. العب. ولا 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 ما تبوظليش المشروع. اسف. ايه في يا حته؟ الناس بتسأل عليك من الصبح وناويين على الشر. ناس مين دول؟ الناس اللي انت اديتهم الخلطات. الناس اللي اديتهم الخلطات؟ المرضى بتوعي؟ لا يا ابني، اكيد حد وشى بيا مثلا، لعب في دماغهم، دي اكيد وشايه يا معلم. دول يعني ايه وشايه دي يا دول؟ وشايه يالا يعني وش. وش ايه ده؟ وشيت ايه؟ صدقني الناس متبهدله وفي 3 منهم في حاله خطره، وربنا يستر عليهم. اسمع كلام حته، اخلعوا من هنا قبل ما حد يشوفكم وتتقلب دندره. دندره مين يا عم حته؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا عم. ده دولا ابو الطب، يعني لسه مجبس رجل نفرتيتي قبل ما يجي. ده انا لسه ابقى في ربع شهرته. عايز تبقى في ربع شهرتي؟ قوي قوي كبريت وولع كده اهو من هنا بقى معلم في ده كله. ليه دولا؟ عشان تبقى نار على العالم. يالا الجدع النصاب اهو يا جماعه، يلا بينا ناخد حقنا منه. بتتكلم على مين؟ في ايه؟ في ايه؟ في يا رجاله؟ ايه ده؟ انا تعمل فيا كده؟ انت مين حضرتك؟ انا حماده قصه. حماده قصه؟ وفين القصه حضرتك يعني؟ بقيت حماده قرعة. اكيد حضرتك استعملت الخلطه غلط. خلطه ايه بقى؟ انا شعري يقع؟ الخلطه خلطتي اللي سمعت كلامك بالاول. الخلطه خلطتها. ولا ولا اسف. ايه بس اللي حصل؟ احكي لي ايه اللي حصل ونتفاهم، يعني بدل الهجوم اللي انتوا عاملينه ده، ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، انا خدت الخلطه منك وروحت البيت عملت زي ما قلت لي وحطيت الخلطه هنا، يا دوب لسه بعمل كده بشعري كده
لقيت شعري كله طلع في ايدي كده. طيب ما يبقى انت اللي وقعت شعرك، يبقى انا غلطان في ايه يعني؟ لا يا دولا انت مش غلطان، هو اللي غلطان. لا انتوا هتستهبلوا ولا ايه؟ الخلطه بتاعتك مضروبه. ايوه يا دولا مضروبه، وانا اللي ضاربها في الخلاط يا دولا. انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ ني 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 وانا تديني الدواء يخليني انام على طول، وتقولي قال ايه هتعيش اكتر من 50 سنة؟ انت كنت ناوي تجمدني ولا ايه؟ يا عم اكتر من 50 سنة ايه؟ انت اصلا ميت من سنتين ومخبي على اهلك. اخرس يلا بينا يا رجاله ناخدوا حينا منهم. يلا يا بالراحه يا سناء بالراحه. سيبيه يا سناء ينزف، سيبيه ينزف ونخلص منه. تخلص مني بقى كده يا دولا؟ طب انا لما اموت بقى مين بقى يشيل بلاويك يا دولا؟ يا اخي يا اخي اثبت اثبت عشان اعرف المم لك جراحك. طب بالراحه قوي يا سناء والنبس، لا انا مش عارف الجرح ده بيوجعني قوي قوي قوي، ده انا حاسس ان اتشلفطت ومش هنفع في الجواز بعد كده. جواز ايه؟ هو انت كنت نافع قبل كده عشان تنفع بعد كده؟ طيب بالراحه يا نقنق بالراحه، كفايه الجرح اللي في قلبي. ولا ولا ما تحترم نفسك يا لا، بتعاكس اختي وانا قاعد يهبل يهبل. ده جرح قلبك سيبه في حاله، حرام عليك ده غلبان. ولا اقول لك بالمره اخترع له حاجه هو كمان تخففه. يلا يلا. قصدك ايه يا سناء؟ قصدك ايه؟ قصدك يعني ان انا الخلطات اللي كنت بعملها يعني كانت بايظه؟ لا 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 اسف جدا اسف جدا، دي غلطه بس، ودايما العلماء في الاول بيقعوا تحت اخطاء وبعد كده بيتميزوا. اخطاء؟ ده دواء السكر اللي انت كتبتهولي وجبتهولي علالي السكر على الاخر. ولا دواء الضغط اللي انت اديتهوني؟ يا خبر ابيض على اللي عمله في دماغي، زي ما يكون محمد علي كلي عمال يضرب فيا. يا ربي بيبي حبيبي وحياتك بلاش الشغلانه دي يا بيبي، اصلها خطر اموت. لا مش بلاش ولا حاجه، هي بس في الاول الواحد لازم بيعمل شويه غلطات بعد كده بيتعود. يا جماعه ده عادي جدا يعني، بيحصل لاي عالم من العلماء يعني. ياسمين علي التلفزيون كده، علي التلفزيون. حاضر. اهم الانباء من اخبارنا المحليه، تم القبض اخيرا على مؤلف كتاب اسرار الاعشاب الصينيه الذي انتشر مؤخرا بالاسواق، وتبين ان مؤلفه يعمل حلاقا وليس معه مؤهل سوى الابتدائيه، وجدير بالذكر ان مؤلفه قد يسجن مده لا تقل عن 3 أعوام. يا بيبي شفت؟ مش انا قلت لك نهايتها وحشه خالص. يا جماعه هتلاقوه مش قبضوا عليه عشان مثلا الخلطات فيها حاجه غلط، اكيد في خلطه مطبعيه. Thank you.